مرحبا حبايب، مرحبا حبايبي، كيف مرحبا مرحبا حب كتير إح. في كتير شركات بهذا الفيديو، بلكن عم بصور سيارات مزعجة. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اسمي بيرلا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. حاسين في اشي متغير؟ مثل كبرانة شوي، كبرانة سنة، هلا انه اليوم عيدي. اليوم التاريخ 5/12، هذا أول فيديو وأنا 19، مع إنه 19 بحسه زي الأخ الوسط لما فيش إله داعي، مش إنه فيش إله داعي، بس إنه مثلاً 18 كان إنه واو أم ليجل يو نو، أما 20 هو بداية أرقام جديدة يعني بصير 20 21 يعني، فهمت قصدي؟ أما 19 هو ما بين ال 18 الحلو وال 20 برضه الحلو، ف 19 بحسه إنه يلا، فهمتوا؟ وكل سنة وكل حدا اليوم عيده سالم، ومبارح اللي كان عيده سالم كل سنة وكلكم سالمين ان شاء الله. الايامات الجاية تكون كلها فرح وانجازات وسعادة. I love you. انا حكيت كتير I know. خلينا نبلش بالمشتريات. فأول شركة اشتريت منها هي ميس جايدد، واشتريت هاي البلوزة للشتاء. شفتوني لابستها مرة واحدة، لبستها مرة واحدة عشان اخذ صورة وهي صورة قناتي، وبعدين ما لبستهاش قلت بيرلا ما بينفعش تلبسيها هاي لفيديو الشتاء. فهي هاي البلوزة الملونة، كتير كان في هيك انه اشتريها ما اشتريهاش، اشتريها ما اشتريهاش، الوانها كتير جريئه. هذا الاشي اللي خلاني احتار اذا اشتريها ولا لا. تيجي اوفر سايزد هيك. هاي اشتريتها من شركة ميس جايدد، بس انا اشتريتها من موقع ايسوس او اسوس، واللي برضو اشتريت منه من ايسوس هذا القميص اللي من شركة بوهو. هذا القميص انا عندي حب للقمصان اللي بيجي على الكتف على الايد خطين احمر اللي هن كتير بيعطوا اضافة حلوة للقميص، مش ببين انه قميص ابيض عادي. هو بيجي كروبت قصير، من تحت في ربطة هدول اللي انا بقدر اربطه من تحت، او اذا مش حابة تربطيه بنفع تفوتيه بالبنطلون، كتير كمان بيطلع اشي حلو. تاني موقع اشتريت منه هو فاشن نوفا. هذا البنطلون الاسود، بس ومش بس اسود، فيه اسود افتح انه على رمادي بيجي هيك على الاجر، من ورا كمان نفس الشيء، لسه بتشوفوا كيف على اللبس. كثير حبيته على الموديل، قلت لازم يكون في عندي واحد منه. اخذته بنمره 1 لانه نمره 0 كانت سولد اوت. هذا البنطلون الاسود الاول، بنطلون اسود ثاني واللي هو كلاسيك اسود عادي بس مبين كثير صغير، بس هو بموت فرح يجي علي. بحس انه كل بنت لازم يكون في عندها بخزانتها بنطلون اسود ساده، لانه البنطلون الاسود كثير 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 بيلبق مع كل شيء يعني. ثالث اشي من فاشن نوفا هذا الاقشاط، لانه بحس الاقشاط كثير بيعطي اضافه حلوه للاوتفيت اللي انت لابستيها، فلقيته هذا كثير حلو ومناسب. رابع اشي من فاشن نوفا واللي هو يعني ماي فيفورت، يعني اللي بدي اورجيكم اياه اسا، هقعدوا حطوا جنبكم اشي ببرد احسن ما تسوقوا من كمية الجمال. هذا الكبوت طلعوا كله فرو ازرق فاتح، كتير كتير حلو ناعم وبدفر. اخذته بنمرة سمول. الاشي الوحيد اللي بقدر اقوله شوي سلبي عن هذا الكبوت انه بيطلع شوية وبر على الاواعي. من موقع نيكست اشتريت اشي كتير حلو، بما انه اسا مناسبة عيد الميلاد كريسماس النيو يير، طلعوا احلى. هاي الجارزة عليها هاد الغزال لابس طاقية بابا نويل، كتير كتير عجبتني على الموقع وحسيتها هيك مناسبة لهاي الأجواء، أخذتها بنمرة أكبر من نمرتي اللي هي نمرة 10 عشان تكون شوي أوفر سايز، بس ما كانتش كتير أوفر سايز علي، كنت حاببتها تكون أكبر. فنصيحة إذا حابين تشتروا هاي البلوزة وحابينها تكون أوفر سايز، اشتروها أكبر بنمرتين مش بس نمرة. الموقع الثالث رابع خامس بعرفش أي موقع اشتريت منه واللي هو الزافول. شو اشتريت من زافول؟
اشتريت هذا البنطلون الاوفر سايزد، ماشته مش قطن، ماشته برشو هاي القماشة، بس هو خفيف يعني مش للشتاء بس برضو مريح. عليه هون جياب، من تحت في هذا الموغت اللي بيمسك على الإجر، نفس الشيء على الخصر. أخذته بنمرة سمول، وإسا استوعبت إنه كل البناطلين اللي شريتها لون أسود، فبما إنه عيد أمي مش رح تيجي تخني فا أوكي. المنتج اللي بعده جاكيت جينز. هاي الجاكيت، هاي الجاكيت الجينز اللي من جوا صوف، يعني ايش بتدفي، يعني ممكن تلبسي انت بلوزة قصيرة وتلبسي فوقها والدنيا برا تبرق وترعد من هاي وتتلج، انت تضلك دفياني. صراحة اشتريتها بنمرة ميديوم لانه القياسات اللي كانوا بالموقع حسيت انه الميديوم هي رح تيجي علي احسن، بس لما وصلت حسيتها شوي وسيعة، فاذا حابة تيجي توصي هاي الجاكيت خدي نمرتك انت اللي معتادة عليها. من شين او شين اشتريت هاي البلوزة السوداء الصوف اللي تيجي الاب بتاعتها هيك عليها هدولة. من شين كمان اشتريت هذا الكبوت، كتير حلو كتير انيق، وبالنسبة لسعره الرخيص القماش بتجنن، وبيجي مع جياب بدون جياب. ليش؟ تخيلوا معي هيك هذا اللون مع اوتفيت كلها اسود، نار. اخر اشي من شين هذا الجزدان، طلع مأنغشه ومأصغره. الاشي الوحيد اللي انا بقدر اقول عنه مش كتير عجبني هو لون الحديدة تاعت الجزدان اللي هي اكتر مبينة هون على بردقان نحاسة، اما بالصورة كانت مبينة ذهبية، اما باقي الجزدان بجنن. شايفين بيجي كمان مع الايد طويلة للجزدان عشان تقدر تحمليه على كتفك. من وش اشتريت اشي واحد واللي هو كتير حلو وانا كتير كتير انعجقت عليه، واللي هو هذا الفون كيس. اوه ماي جاد، طلعوا ما اجمله. وين تليفوني؟ تليفوني اوكي، تليفوني لسه مش معروف وينه. بيجي مع هذا بعشو وظيفته بالاعراب، اما الدوب اللي هو من كير بيرز اللي هو مسلسل كرتوني كنت احضره وانا صغيره وكنت كتير احبه. اول ما شفته هذا بوش قلت او ماي جاد انت الي وبس. كان في منه عده الوان، اخضر اصفر زهر ليلكي كلياتهم كانوا، بس كتير احترت بين هاد والاخضر بما انه الاخضر لوني المفضل، بس حسيت هذا كمان مناسب للشتاء. وغير هيك انه طلع كيف هيك غضبان، انه غضبان هيك كتير كيوت منظره. اخر اشي لليوم كندرة او جزمة، واللي هي هاي اشتريتها من بول اند بير. كعبها مش كتير عالي ولا كتير واطي، كعبها معتدل بنمرة 38 نمرتي يعني. حبيت هذا الديتيل عليها بما انها مفتوحة من هون ونفس الشيء من هون، فهيك بعطيها لمسة حلوة. هاي كانت اخر قطعة لليوم. حاس اني ناسي اشي مش مورجيتكو اياه، بس مفروض هذا كان كل اشي. بتمنى هدول المشتريات ساعدوك بانكو تشوفوا افكار جديدة شو ممكن تشتروا انتو كمان للشتاء. بتمنى الفيديو عجبكو، واذا عجبكو حطوا لايك، اشتركوا بقناتي اذا بعدكم مش مشتركين. بما انكو عم تحضروا هذا الفيديو اليوم عيدي، فكتير بقدر هذا الاشي انكو تشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين، وحطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان اول ما ينزل الفيديو تكونوا من اول الناس اللي بيحضروا. اعملوا لي فولو لكل السوشيال ميديا، راح يكونوا بالديسكربشن تحت الفيديو. واذا ما عجبكوش الفيديو برضه نفس الشيء، بحبكم كتير لو تعلمونا كم. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.